إذن لمزيد من الإيضاح بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن استمرار انتهاكات وجرائم التعذيب على المعتقلين وتزايد ظاهرة المغيبين في مدينة الموصل، معنا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. إذن لا تزال أزمة الموصل تطل برأسها وليس هناك مجيب لأنات الأهالي بعد هدم البيوت على رؤوس أهلها واعتقال شبابها، وتخرج تقارير حقوقية بحقائق مفزعة عن حالة تعذيب في سجون النظام لأهل الموصل. لماذا هذه الانتهاكات على محافظة نينوى دكتور؟ رحيم أحييك وجميع المشاهدين الكرام. الموصل نموذج حقيقة لما يجري من مآسي على رؤوس الشعب العراقي منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة، لكن ربما نحن نتحدث في هذا البيان تحديدا عن موضوع الموصل لأنه التقارير التي صدرت أو ظهرت مؤخرا تقارير صادمة حقيقة، وإن كان هي معلومة لدى الكثير، لكن هذه المرة ربما جاء التقرير بشكل موثق لبعض أو لنماذج من هذه الانتهاكات التي تجري بحق أبناء الموصل. وتحديدا سؤالك هنا عن الموصل، لماذا التي دمرت بناء بالحرب على تحت ما يسمى الحرب على الإرهاب، وإلى الآن تستخرج من تحت أنقاضها بعض الجثث لشهدائها من المدنيين الأبرياء. فقد قلنا في حينها في هيئة علماء المسلمين أن تلك الحرب هي غايتها تدمير هذه المدينة وتشريد أهلها بدوافع انتقام ودوافع حقد طائفي وعمل تغيير تركيبة سكانية لهذه المنطقة ولغيرها واستيلاء آخرين على الأراضي. والتقرير الذي صدر وبياننا اليوم الذي اعتمد على التقرير يؤكد كل هذا الذي سبق وذكرناه في أكثر من مرة. ومع ذلك يعني تدعي قوات الأمن والمخابرات والقوات الحكومية بأن ذلك يصب في مصلحة الوطن، ما الأثر المترتب إذن دكتور عبد الحميد على استهداف فئة معينة أو محافظة معينة من منظور الأمن المجتمعي للعراق؟ يعني بداية تعقيبا على ما قلت أنه ادعاؤهم، فنحن تعود العراقيون جميعا على الأكاذيب التي تطلقها الأجهزة الأمنية والمرتبطة بهذا النظام السياسي كله في العراق، وهنالك شعارات وهنالك ادعاءات لا تمت إلى أرض الواقع بأي صلة، بل هي تتخذ أحيانا ذريعة وستارا لممارسة جرائمهم وفسادهم. أما الآثار فللأسف نحن نرى أن العراق يذهب إلى منزلق خطير، وخاصة هذه الجرائم التي هي جرائم طائفية وتصب في صالح مشاريع خارجية وتحديدا جارة السوء إيران، فهي تحاول أن تعمق الشرخ بين أبناء الشعب العراقي وفئاته الاجتماعية. لكن السنوات الأخيرة هنالك وعي متصاعد لدى أبناء الشعب العراقي، وهذا واجب على الجميع أن يتصدوا لمثل هذه المشاريع، مشاريع التفريق ومشاريع التجزئة وعموما مشاريع تدمير العراقي على كل الأصعدة. تحدثتم دكتور في بيانكم عن قيام أفراد في القوى العسكرية والأمنية بأعمال تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كيف يمكن وقف هذه الأعمال والانتهاكات على المدنيين المنافية للحقوق المكفولة بالمواثيق والقوانين الدولية؟ يعني للأسف نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، منظومة اللي هي الميليشيات والأجهزة الأمنية التي تغلغلت فيها أيضا الميليشيات، بل أسست على الميليشيات أساسا، ونتكلم عن منظومة سياسية تعطي الغطاء لهؤلاء جميعا لارتكاب مثل هذه المجازر وهذه الانتهاكات، سواء كانت انتهاكات بقتل أو التعذيب أو الفساد اللي هو ابتزاز الناس وابتزازهم المادي وابتزازهم للأسف الأخلاقي. فكل هذا هو منظومة متكاملة. فأما إذا تكلمنا عن الحلول فالحل يجب أن يكون حلا متكاملا لا ترقيعيا، وليس بمثلا القول أنه إبعاد هذا الرجل أو هذا الشخص عن هذا المنصب، أو تغيير هذه الميليشيا من هذا المكان إلى ذلك المكان، أو الإتيان بوجه جديد في هذا المنصب دون الآخر. كل هذه
أمور ترقيعية لن تحل المشكلة، بل ربما هي فقط تغير مكان الجريمة من هذا المكان إلى مكان آخر، أو تنقلها من شخص إلى غيره. ولكن المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا لا زال يتعامل مع هذه الحكومات، حكومات الاحتلال، مع كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية وميليشياتها والمخابرات وغيرها من صنوف الأمن الحكومية بشكل ممنهج. ولذلك كان ختمنا بياننا نحن بتحميل هذا المجتمع الدولي كله هذه المسؤولية، ولا سيما أننا بدأنا نسمع في المدة الأخيرة من بعض الدول وبعض الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة المنظمة الأممية تذمرا من تصاعد هذه الأعداد الانتهاكات، ولا سيما بعد التقارير الموثقة التي أصدرتها بعض المنظمات، ومنها المنظمات فاعلة ومتعاونة مع قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. بدأ نجد أن له صدى عند هؤلاء، فنتمنى أن يكون هذا الصدى أن يتحول بدل التذمر الإعلامي أو في بعض تقارير بعض هذه المنظمات إلى أن يكون هنالك سلوك عملي سياسي، وهو بسحب اليد عن دعم هذه المنظومة السياسية لرفع كل الظلم عن الشعب العراقي، سواء كان يتعلق بهذه الانتهاكات أو بغيرها من أنواع الجرائم الأخرى في العراق. شكرا جزيلا لكم من اسطنبول، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني.